عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان. عشاق القرآن يا نور الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الأحبة عباد الله، كلنا نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الحقيقة أن كثيرا منا يخطئ في كثير من الآيات، والله عز وجل قد أمرنا أن نرتل القرآن ترتيلا، وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على معلمه وأستاذه الذي هو جبريل، فإذا أتم جبريل قراءته فليقرأ هو. قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن فالقرآن يحتاج إلى معلم وموجه. كثير من الأخطاء نخطأها، مثلا في سورة الفاتحة، كثير منا لا يأتي بالشدات، والفاتحة فيها 14 شدة، هذه 14 شدة لا بد أن نأتي بها، وإلا كانت صلاتنا في خطر، في خلاف عظيم بين العلماء أباطلة هي أم لا. وأما الشدات التي هي في الفاتحة ففي بسم الله الرحمن الرحيم 3 شدات، بسم هذه ليس فيها شيء، الله فيها شدة، الرحمن فيها شدة، الحمد لله رب فيها شدة، العالمين، الرحمن فيها شدة، الرحيم فيها شدة، مالك يوم الدين، الدين فيها شدة، إياك نعبد، إياك فيها شدة، وفي الآية التي تليها وإياك نستعين. وهنا في كلمة إياك خطر عظيم على المصلي إن لم يشددها، لأن معنى كلمة إياك بدون التشديد معناها ضوء الشمس، فلو أنك لم تشدد إهمالاً أو لعدم دراية وخبرة وتعليم، فإنك حينئذ يكون معنى كلامك ضوء الشمس أعبد، وهذا كفر بالله العظيم. إياك أعبد، الشدة التي تليها وإياك نستعين، اهدنا الصراط، فالصراط كذلك مشددة، المستقيم، صراط الذين كذلك فيها شدة، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هذه الشدة الأولى في هذه الكلمة، ولا الضالين، هذه هي الشدة التي تليها. فانظر إلى الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، فيها كم من الشدات، ثم نحن قد نهملها وقد نخطئ فيها، فالواجب علينا أن ننتبه لمثل تلك الشدات وأن نأتي بها. ثم إننا ننتبه إلى قول الله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت، فهي بالفتح. كثير من الناس يخطئ فيقول أنعمت، وهذا فيه تغيير وتبديل للمعنى، فإن كان في غير الصلاة بطلت القراءة، وإن كان في الصلاة بطلت الصلاة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان.